بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح درس جديد من دروس النانوكاد، وهشرح أمر أري. أمر أري من الأوامر المهمة في برنامج الأوتوكاد. أنا عندي أمر أري، باجي عند المنيو بار اللي فوق، عندي فيه هنا هوم وبعدين موديفاي وهنا أري. أري فيه ريكتانجولر أري، بولر أري، أري باي باث، و 3D Array. احنا هنتكلم النهاردة على Rectangular وهنتكلم على Polar Array. انا ممكن افتح Array عن طريق الكوماند هنا، باجي اقول له Array ARR AY Array وادوس Enter. فتح لي زي ما احنا شايفين الاعدادات بتاعتها. اول حاجة عندي هنا في Rectangular Array، وعندي تاني حاجة Polar Array. هنبتدي بـ Rectangular Array. روز وكولم. الروز اللي هي الصفوف، عدد الصفوف. الكولمز عدد الاعمده. تمام، هنخلي عدد الصفوف 6 وعدد الاعمده 4. تمام. بعد كده عندي offset distance and direction، المسافه ما بين الاعمده والمسافه ما بين الصفوف هتبقى قد ايه. انا عندي رو offset، انا هاجي اخليها مثلا 20، والكولم offset هخليها 40، وهنشوف بعد كده بالسالب هتبقى عاملة ازاي. الانجل اوف اري دي بتخلي لي الشكل بتاع الاري، نعمله عن طريق زاوية. انا هنا هخليها زيرو زي ما هي، وهنشوفها بعد كده لما تكون بزاوية. يبقى احنا عملنا عدد الصفوف وعدد الاعمدة، وعملنا المسافات ما بينهم، الاوفست ما بينهم. هنيجي بقى للجزء ده. الجزء ده اللي هو البريفيو، شايفين هنا 6 4. تمام، هيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهقول له select objects واختار الريكتانجل ده، وبعدين ادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين اجي اقول له اوكي. ادي اهو شايفين عندي 4 اعمدة وعندي 6 صفوف اهي، 3 و3 6 اهو، وادي 4، ودي المسافات اللي ما بينهم زي ما احنا شايفين اللي انا حددتها. طيب انا ممكن اعمل بالسالب. اعمل بالسالب ازاي؟ هاجي هقول له اري اي ار ار اي واي وادوس انتر، وهنخليها برضو نفس الكلام 6 و4، واجي هنا اعمل سالب 20 وسالب 40. هنشوف الشكل بقى عامل ازاي. شايفين الشكل اهو، يبقى بالشكل ده كده تحت. طيب انا هوريها لكم سيلكت. لو انا اخترت هنا، اخترت ده ودوس بيمين الماوس انتر، جيت قلت له اوكي، عمل ايه؟ شايفين بالسالب، عملها لي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى احنا ممكن نعملها بالسالب. طيب ممكن انا اعملها بزاويه. هاجي بقى اكتب في الكوماند عشان اعمل بزاويه اري، وبعدين ادوس انتر، وهاجي هنا اخليه بالموجب 20، مش هتفرق طبعا، 40، واجي اقول له الانجل خليها 45. تمام، واختار سيلكت واختار ريكتانجل ده. ادي احنا شايفين ظهرت لي في البروفيو اهي زي ما احنا شايفين كده، وهاجي اقول له اوكي. ادي بزاويه، اي زاويه احنا بنكتبها بيعملها لي على طول. يبقى ده الاري بزاويه. هنيجي بعد كده نتكلم على بولر اري. هاجي اكتب برضو اري، او ان انا بجيبها طبعا من هنا زي ما قلنا اهي بولر اري، بس انا بجيبها لكم لان انا لو جيت عملت هنا كده هاجي اقول له انا عايزه الدايره دي كده وادوس انتر، بيديني الاوامر كلها تحت عندي هنا في الكومنت. انا بس ببقى عايزه اوريها لكم لما بيفتح الاعدادات. هاجي اكتب اري في الكومنت اي ار ار اي واي وادوس انتر، واجي هنا بقى ادوس على بولر اري. هنا التوتال نمبر اوف ايتم، العدد اللي انا عايزاه ليه العنصر بتاعي اللي انا عامل له اري، فانا هخليها مثلا 6. انا عايزه مثلا الدايره الصغيره دي، شايفينها دي اللي هعملها اري، انا هعمل منها عدد 6. الانجل تو فيل ممكن احنا نعملها على هيئه 360 درجه زي ما احنا شايفين كده. شايفين ده البروفيو بتاعها هنا، ده البروفيو اللي عندنا. وعندي هنا روتيت ايتم، ده بختاره عشان يعمل لي روتيت للايتم او العنصر او الاوبجكت اللي انا بعمله، بيعمل لي روتيت مع الاري، وده هنشوفه لما اجي اعمل مستطيل او مربع. خلاص، وهنا هقول له سيلكت اوبجكتس اللي احنا عارفينها اهي، وادوس على الاوبجكت بتاعي اللي هو الدايره، وادوس بيمين الماوس انتر،
وبعدين هنا بقى في عندي دي سنتر بوينت، انا عايزه اعمل اري في سنتر بوينت انهي، فانا هختار السنتر بوينت بتاعت الدايره دي اهي شايفين، وبعدين اجي اقول له اوكي عمل لي اري اهو زي ما شايفين للدايره. طيب لو انا جيت قلت له اندو وجيت عملت مربع او اهو حاجه زي كده اهو شايفين ده عملته كده وشلت الدايره دي، وجيت اقول له اري اهو، وعندي هنا الروتيت ايتم هنشيلها الاول كده بالشكل ده تمام، واجي اقول له سيلكت اوبجكت خلي كل حاجه زي ما هي، هقول له سيلكت اوبجكت واختاره بالشكل ده وادوس بيمين الماوس انتر، وبعدين اختار السنتر بتاع الدايره وبعدين اقول له اوكي كده عمله لي شايفين من غير روتيت، عمله لي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طب لو انا عملت روتيت هاجي اقول له اري واقول له هنا بقى روتيت، واجي اقول له سيلكت اوبجكتس اهو وادوس بيمين ماوس انتر، وبعدين اختار السنتر بتاع الدايره وبعدين اقول له اوكي عملها لي ظبطها لي زي ما احنا شايفين كده. يبقى ده الفرق اللي انا بقوله. يبقى احنا اتعلمنا النهارده بولر اري وريكتانجولر اري. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه، اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.